ثلاث أمور بتدل إنه حبيبك البعيد بحبك، بيشتاق لك وبيفكر فيك، رغم عدم التواصل بيناتكم، رغم إنه التواصل مقطوع كلياً بيناتكم أو بشكل شبه كلي نتيجة لفراق، لخلاف، لظروف، لأي شيء، ولكن في ثلاث إشارات من خلالها بتقدر تستدل إنه بيفكر فيك وبيشتاق لك. أول إشارة هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هيدي كتير مهمة. كيف يعني؟ صحيح الشخص بيكون صامت وبعيد ومش عم يبعث لنا رسائل ومش عم يتصل فينا، ولكن هناك علامات من خلال السوشيال ميديا، الفيسبوك، الواتساب، الانستغرام، تويتر وغيرها من الأمور بنقدر نستدل إنه هيدا الشخص بيفكر فينا وبيشتاق لنا. كيف؟ يعني مثلاً إذا نزلتوا منشور على الفيسبوك بتلاحظوا بين الحين والآخر بعده بيتفاعل أو بحط علامة القلب على هيدا المنشور، يعني ما بحط لايك، بحط علامة القلب على المنشور، بيتفاعل معه بالقلب أو لاف. كمان على السناب أو على الستوريز اللي بتنزلون بتلاحظوا إنه بفوت بيشوف الستوريز، بيقرون سواء علق عليهم أو لا، وسواء باستمرار فات أو لا، فهو بين الحين والآخر، يعني مش ضروري كل ستوري يفوت يقراها، ولكن بعده بين الحين والآخر بفوت وبيقرأ الستوريز اللي مننزلهم سواء اتفاعل معهم أو لا. إذن هو لا يزال محتفظ فينا وبعده بين الحين والآخر بيتفاعل وبيقرأ الأشياء اللي مننزلها، وهيدا دليل إنه بعده بفكر فينا وبيشتاق لنا، ولكن لسبب ما هو مش عم يتواصل. هلأ المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية هي في حال حصل تواصل، يعني قلنا التواصل مقطوع أو نهائيا أو شبه نهائيا. في حال حصل تواصل فهيدا الشخص لما يتواصل معك دايما بتلاحظ، يعني إذا كنتوا عم تحكوا بالتكست مسج أو بالاتصال بتلاحظ إنه عم يحكيك كلام بذكرك بالماضي، يعني عم بحاول يذكر قصص وأحداث، ذكريات جميلة حصلت معكم، أو عم يبعث صورة أو أغنية كنتوا تحبوها أو كنتوا تسمعوها سوا، أو صورة لأماكن كنتوا متواجدين فيها مع بعض. هيدي كلها أمور ودليل إنه الشخص بحن للماضي معك، وهيدا دليل إنه بعده بحبك، بفكر فيك وبيشتاق لك. وحتى إذا عاتبك بشأن عتاب معين كمان بيتعلق بشي حصل بيناتكم أو سوء تفاهم، أيضا العتاب وليس فقط الكلام الجميل والذكريات الجميلة، أيضا العتاب هو دليل إنه الشخص بعده بحبك، بيشتاق لك وبفكر فيك أيضا. أما إذا كان التواصل عبر الفيديو كول صوت وصورة، يعني عم بتشوفه قدامك فبتلاحظ إنه في ابتسامة مرسومة على وجهه، لأنه الشخص اللي بحبك واللي بفكر فيك تلقائيا ولا شعوريا مجرد ما يشوفك قدامه سواء وجها لوجه أو عبر الفيديو كول فهو تلقائيا رح يبتسم نتيجة للمشاعر اللي بتتولد بداخله ولو لمدة 10 ثواني أو ثانية، ولكن حتلاحظ أنت إنه في ابتسامة ولو خفيفة مرسومة على وجهه أول ما يشوفك قدامه سواء وجها لوجه أو على الفيديو كول. العلامة الثالثة والأخيرة هي غريبة شوي بس بدي إياكم تركزوا عليها. هيدي العلامة هي أنا ما بقدر أعلمكم إياها ولا بقدر أعطي قواعد ثابتة لها، لأنها بتتعلق بالبارا سايكولوجي أو بما وراء علم النفس أو ما وراء الطبيعة أو بالعالم أو قانون الجذب. خلينا نقول هي تواصل روحي بينك وبين هيدا الشخص بتم عبر ذبذبات كونية تنتقل عبر الكون، the universe، هيدي love energy اللي بتنتقل عبر ذبذبات أو طاقة الحب اللي بتنتقل عبر ذبذبات كونية بتوصل لهيدا الشخص حتى إذا كان بعيد عنك ومش عم يتواصل معك. كيف يعني؟ يعني أنت لما تحس أنه مضى وقت طويل وفترة زمنية كتير بعيدة وبعدك بتفكر بهالشخص ومش قادر تنساه، فتأكد
إنك بعدك عم تخطر على باله بنفس الطريقة وبعده بفكر فيك بنفس الطريقة. لا، لأنه لو هو قطع هيدا الحبل، مثل ما قلنا هو حبل عبارة عن ذبذبات كونية بتنتقل من شخص لشخص عبر اليونيفرس أو عبر الكون. لو هالشخص قطع هيدا الحبل أو هو من جهته بطل عم بفكر فيك أو بطل عم يشتاق لك، فأنت تلقائيا بعد فترة معينة، فترة زمنية معينة، هيدا الشيء رح يخف بداخلك ورح تحس إنك بطلت كتير عم تشتاق له أو نسيته نوعا ما. إذن عدم نسيانك لإله مع مرور فترة زمنية كتير طويلة وأنت بعدك بتحبه وبتشتاق له بالرغم من مرور وقت كتير طويل، هيدا دليل انه هو ايضا بعده بحبك وبيشتاق لك وبفكر فيك بنفس الطريقة. وهيدا هو التواصل الروحي او الكوني اللي حكينا معه، واللي طبعا رح نعمل فيديو مخصوص لنشرح عنه لانه الموضوع مش سهل ويحتاج لشرح طويل، وهو مثل ما قلنا بيتعلق بالباراسايكولوجي او ما وراء علم النفس. طبعا لاستشاراتكم الخاصة او العادية او لتحليل الصورة الشخصية تقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم اياها باسفل الفيديو او باول تعليق. اذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا انكم تشتركوا، تضغطوا على الجرس. انا بشوفكم بفيديو تاني.